شيخنا، بالنسبة لتكبيرات العيد كيفية أداها؟ أنو تكبيرات؟ العيد هذه، الصلاة ولا خارج لا لا الصلاة؟ عفوا، خارج الصلاة. طيب، لما بتقول تكبيرة العيد إذا تقصد بعد الصلاة أي نعم كيفية أدائها، نعم يحدد بقى كيفية مطاطة كثير. يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بصوره جماعيه، او عن الصحابه او عن السلف بصوره جماعيه. أولا عن الرسول ما في أي شيء في نعم الموضوع، في عن الصحابة نعم هنا، وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد، نعم فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت نعم واحد، وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد. ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل، نعم وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مشروع نعم في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس هذا ما له أصل، لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه، نعم قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا. نعم